طالما احنا في اوغندا، البودا بودا والموتور سيركل ده اهم وسيله مواصلات موجوده هنا. عشان تعرف تتعامل في الموضوع ده، في كذا ابلكيشن بقى ايه متوفرين هنا في اوغندا تقدر تتعامل بيهم. اهمهم برنامج سيف بودا، تقدر تخش عليه زي اوبر وكريم بالظبط كده، فبيوفر عليك كتير جدا، وبتوفر عليك موضوع فصال بقى وبتاع مش عارف ايه، وكمان بيوفروا لك سيفتي بحيث ان انت يبقى عندك خوذه وبتاع. فصباح الفل عليكم ويوم جديد من اوغندا. ده مش اعلان يا جماعه، ده بس عشان التوضيح. يعني هم عندهم هنا اوبر، وعندهم سيف بودا، وعندهم ايه تاني، تاكسيفاي، اوبر، سو ميني. ها بعد الرايت السريع ده بقى وصلنا ايه جامعة كامبالا، مش عشان بقى ايه نيجي ندرس ورا بتاع الكلام من اللي احنا جايين. ريوكينج تور ديت يعني جولة كده بتتعمل في المدينة ببلاش، تعتمد كلها على ايه، على قد ما انت عايز تدي بتدي يعني. فبيبقى عندك ايه جايد كده يلففك في المدينة شوية كده، يوريك الدنيا عاملة ازاي. فمعانا ستيف، ها المرشد بتاعنا في المدينة النهاردة، هنعمل شغل عالي جدا جدا جدا. جايب لنا بقى ايه فنانين جميله زي ما بنقول عليها كده، عشان ناخد لفه كده في الجامعه، عندهم جامعه كبيره جدا. اكبر الجامعات، هي اكبر جامعه موجوده في اوغندا طبعا، بيقولوا عليها عامه بس هي بتاعت يعني الناس بتعتبرها خاصه بسبب كميه الفلوس اللي بيدفعوها عشان يجوا يتعلموا هنا. تلاقي الناس اللي هنا بتيجي تدرس الناس اللي هي ايه عندها مقدره ماليه كويسه جدا، بس يعني في عدد مش قليل يعني الناس. جامعه شغاله يعني مش ميته، حاجه حلوه يعني. نشوف كمان المجتمع من نظره مختلفه غير اللي احنا بنشوفها في رحلتنا مثلا لو احنا ماشيين بس كده في الشوارع. ايه اللي جايب فرخة الجامعة؟ ايه اللي جايب الفرخة دي الجامعة؟ المفروض احنا رايحين دلوقتي السلامس اللي هي الاماكن الشعبية يعني الضحلة، فهناخد كده لفة هناك كده ونشوف الدنيا عاملة ازاي. اتمنى ان هي تكون اكتر تشويقا ومتعة من اللي احنا بنشوفه ده. قبل ما ندخل السلام، ستيف نبهنا وقال لنا ما تطلعوش الكاميرا جوه الاحياء الشعبية دي، عشان الناس ممكن تستغلوكم، حد يخطف الكاميرا، حاجات من ديت. بس اول ما دخلنا جالنا فرصة ان احنا ناخد فطارنا على رولكس، واحد من الاكلات الشعبية اللي اي حد بيروح اوغندا لازم يقولك ان انت تجربها. عبارة عن عيش اسمه شباتي وجواها بيض وشوية خضروات. اكتشفت بعدها ان الكاميرا ما كانتش مقدرة، والناس قلبها اطيب ما كنا نتخيل. رغم ان ما كلش بيض، طعمه حلو يعني، هو مزيت قوي يعني، اللي عنده كوليسترول ما يقرب. بس الناس اللي جت بتقول لك لازم لما تيجي رواندا تجرب الرولكس، طب حق يعني 100 100. وصلنا سوق الحاجات اليدويه الانتيكات والكلام ده. ده اللي ايه طلعنا بيها. Where is it it's hiding. ده غوريلا يعني، حاجه مش هنقدر نشوفها في الحقيقه يا جماعه، فقررنا نشتريها هديه عشان تعمل جوريلا تراكنج في اوغندا. يعني how much in Uganda. Anyways it is $600 for a couple. If you wanna go for gorilla tracking it is pretty much expensive. Yeah, sure. You win. Absolutely. اللوكال بيدفع عشان يروح يشوف غوريلا ألف كم، $100، $100 عشان يشوف غوريلا. أنا لو عندي غوريلا في بلدي ويقول لي ادفع $100 عشان تشوف الغوريلا، ولا لما أنا رايح شوف غوريلا تيو بتاعي، أنا أقعد في بيتنا أحسن.
دومينيك بقى اشتريت حاجه كده علشان ايه الايام اللي جايه جايه ايام حلوه يعني. اشتريت حاجه انا بقى مش عارف اشتري ايه. Fight for your nation. You are free and independent. But for us, we weren't free. This war, colonization. Yes. تمثال الحرية والاستقلال بتاعهم. ستيف بيشرح عملة على عملة عشان احنا موجودين دلوقتي قدامه يعني هو المفروض الناحية التانية ديت. الدنيا امطار وده حاجة يعني ايه مش عايز اقول لكم يعني كهرب. الشتاء شديد جدا. يلا نعمله شوية بيرول كده. بعد ما الدنيا خلصت شتا كملنا جولتنا في كامبالا اللي تحس في زحمتها ناس كتير تايهة. وكانت واجهتنا على المعبد الهندوسي اللي غالبا موجود في كل المدن الكبيرة في افريقيا والبلاد اللي احنا زرناها. معبد طلع قافل. سبناه بقى وايه عندنا نقطه تانية نزورها اللي هي ايه السوق الشعبي بتاع كامبالا. المفروض ان هو اكبر سوق شعبي. يعني كل الحاجات دي انت ممكن تعرف ان انت ازاي تروحها من غير جايد ولا بتاع. يعني انت ممكن تمشي بس ساعات تبقى ايه تتكلم بقى في عادات وتقاليد البلد الحاجات دي كلها بحيث ان انت تبقى ايه يعني تلمس البلد من جوه اكتر. والموضوع مش بيكلفك حاجه يعني زي ما انت عايز تدفع بتدفع يعني حاجة كويسة يعني. ده بقى مش سوق الاكل بس ده سوق كل حاجه. ده مصانع يا معلم. كل حاجه عايز تلاقيها من الابره للصاروخ ادوات تجميل ومصانع بينات باتر زي ما شفناهم كده وهدوم ولبس وكل حاجه وبلاستيك واكل وكله. الحاجات بقى هنا بقى يعني احسن بكتير وبمراحل وارخص من كل السوبر ماركتات اللي ممكن تعدي عليها يعني وممكن تزورها. بص يا جماعه يا كامبالا يعني مدينه متقسمه لسبع يعني تلال كده. فاحنا عدينا منهم ثلاثه وفيصنا وما عدناش قادرين نتكلم يعني حتى دومينيك يعني فصلت. وهيروح بقى ايه ستيف يقول لكم بقى ايه شويه معلومات. Yeah, it is really a pretty fascinating day. I'm spending really nice evening with Dominic as well, Maddy. They are pretty interesting travelers. They are super adventurous. We had really a vibrant conversation. I have the feeling I was smoking 5 packs of cigarettes today because there are so many cars and so many, I don't know. Yeah, شارع يعني ايه مبهدله شويه يعني فالواحد يعني اعضاء البشريه تعبت.
عندنا بقى بقالنا ايه هنا كده الكاتدرائيه، وفي هنا اخر حاجه يعني هنعدي عليها يعني هي جنبنا هنا على طول مسجد القذافي. What else you want to say? Yes, there. مشكلة الفري ووكينج تور ان هي ووكينج. على قمة الهضبة الرابعة في رحلتنا النهاردة في كامبالا، فانا جيت هنا بس عشان ايه اوريكم حاجة كده صغيرة. عندنا هنا تلة ورا الشجرة دي تلة الملك، تلة دي تلة البرلمان، تالت تلة دي تلة الجامعة، وفي تلة هنا بتاعة الجامع بتاع مسجد القذافي، ودي التلة اللي احنا موجودين عليها. ده عارف يا جماعة ابنوا كل حاجة على تلة واحدة وخلاص، الواحد يشوف كل حاجة في المدينة مهمة على تلة واحدة، ليه تطلعوا عينينا؟ وبيقول لك كمان لسه في تلال بقى ايه عليها كاتدرائيات تانية ولا عليها كنائس تانية كبيرة، يعني السبع تلال عليها حاجات مختلفة يعني. الحمد لله ان احنا عندنا في التور بس اربع تلال. نروح بقى نشوف ايه مسجد القذافي. For your fans now, you are fans. Okay. Yeah, it has been really a great day, and these travelers for today they have been really sociable. Okay. Let's talk for the important thing. Okay, cool. So, how the people can find you? Yeah. People can easily find me through my website. It is www.kampalatours.yolasite.com. I also have a trip advisor, free guided walking tour. No, enough. الراجل ده يعني يا جماعه راجل كويس يعني. لو انت عايز تعمل معاه فريكو ممكن تدور في الاخر بتدي له تيب صغير كده بيبقى الموضوع بيمشي يعني، فكانت حاجه جميله يعني. نروح بقى احنا لوحدنا لجامع القذافي عشان هو اصلا حاجه ما كانتش انكلودد، عشان نشوفه ونشوف الدنيا هناك عامله ازاي. يلا بينا. عشان تاخد تصريح دخول عشان بنلوك. هاي هاو ار يو؟ هاي انت نيو؟ I'm coming as a, because I'm Muslim. You're Muslim? Yeah. Come for prayers? Yeah, I'm coming to look, to have a look, because now no time for prayer. Now it's... Have a look, to go up the minaret, and have a look of the city you pay. Oh, احنا هنبص كده عشان دلوقتي مفيش معاد صلاة اصلا، هنبص كده من بعيد. وانا اصلا يعني ايه موضوع حتة استغلال الاماكن الدينية وخاصة الاسلامية في بيزنس، دي حاجة انا ما بقت يعني ما بحبش اشجعها يعني. ف انا بس حبيت اوريكم بس المسجد اللي بناه القذافي هنا، ويعني الناس بتقدر القذافي جامد جدا في افريقيا، خاصة يعني صور القذافي تلاقيها في المواصلات، تلاقيها في كل حتة يعني. صور القذافي كان مؤثر جامد في افريقيا وكان بيساعد الافارقة جامد، فعشان كده بيحبوه وكان يعني عزيز عليهم قوي يعني. حتى ستيف كان بيقول لنا يعني امريكا اللي خلصت عليه من كتر حبه لي يعني. انا ما بحبش اشجع الاماكن الدينيه. ليه بقى؟ اللي بتستخدم الموضوع كبزنس، عشان يعني المفروض ده بيت ربنا يعني، ده بيت ربنا مفتوح لاي حد يجي يزوره وجاي، مفتوح لاي حد يجي ان هو يعني يدخل ويتاع يعني، بيت ربنا يعني. ما بحبش انا استغلال الاماكن الدينيه. انما تاخد فلوس من الناس عشان مسجد، دي حاجه انا ما بحبهاش. هنا في اوغندا دولة علمانية يعني، عندهم نظام هنا انت بتوصل 18 سنة انت بتحدد لنفسك انت عايز تبقى تبع مين، عايز تبقى مسلم، عايز تبقى مسيحي، عايز تبقى تابع لأي ديانة، هو ده النظام عندهم. انت بتوصل 18 سنة انت الحر، حتى لو كان والديك مسلمين، حتى يعني حتى لو كانت والديك مسيحيين، انت اللي بتقرر، انت اللي حر في اختيار هويتك. البلد هنا حوالي 80% معظمهم مسيحيين. ف يعني وصلنا بقى هنا مطعم لبناني معلم موجود في اوغندا، شكله لبناني اصلي. ايه سمعنا ان عندهم فلافل، ودي حاجه وحشتني جامد بقالها كتير. وعنده كمان يعني عنده شاورما وبتاع وحاجات حلوه، بس انا هف عليا الفلافل. اتمنى تكون فلافل حلوه كده وسخنه وقرمشه. طلبتها سندوتشات عشان تبقى بطحينه كده تروق عليها ترويقة حلوة. طب
منيك طلبت واحد، انا طلبت اثنين بطاطس انت وي كاتشب وي كاتشب غير الكاتشب اللي بتعمل عندنا ده، في شطه طحينه توميه. المكان ده شكله فشيخ. من لبنان. لبناني اصلي. انا جعان جدا. هي ريكوردز مومنت.